السلام عليكم. اليوم ان شاء الله ندير لكم واحد السلطه بلي ساردين وبالخضر. عندنا نص كيلو ديال لي ساردين اللي درناه في الماء والملحه وواحد طرف تخيزو والجزر والقطرند وكنسلقوه. عندنا واحد البصله مشلضه، عندنا جوج خيزوات وجلبانه مسلوقين في الماء والملح، وعندنا الفلافل الملونه صطيتها بشويه زيت الملح والبزار، وعندي شي 400 غرام ديال الرز اللي سلقته في الماء والملح. ها لي ساردين دابا صفيتهم من داك الماء ومعكتهم شويه بالفرشاة، درت لهم المعدنوس وبصله مشلطه، غادي نزيد لهم الخل وزيت العود والمليحه والبزيره ونخلطوا هذا الشيء. دابا غناخذوا هاد الخضر اللي سلقناه والفلافل اللي شحرنا، نزيدوا عليها الرز ونخلطوها بلا مايونيز. مايونيز اللي صوبتها في الدار ما شريتهاش. انا نخلط هادشي وغنديرها في المول ديال التقديم ونوريكم النتيجه ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا. الرز درتو في المول كورون، خلطته بلا مايونيز وزدت شويه ديال الخل وشويه ديال الزيت باش كتحسنوا الذوق ديالكم، وكتديروا في المول ديال الكورون وكتخويو في الطبسيل اللي غتقدموا فيه. وفي هذه الحفره ديال اللي كتبقى خاويه درت فيها لي ساردين اللي خلطت مع البصله ومع الربيع والملح والبزار والخل والزيت، وزينت بالخس وكورنيشون الزيتون. وكنتمنى تعجبكم الوصفه، الى عجبتكم ديروا جيم وما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم والاهل ديالكم، وتبارك الله عليكم. السلام عليكم.